انت لا تسوي صناعه وش تريد نطيك، واذا سويت صناعه نلعب على والديك. اي والله يعني هاي اهم شيء وزاره الصناعه، انت لا تصنع حتى نخلي المستورد يدخل. حكينا عليها هاي الانتاج النسيج السجاد، ارفع انواع السجاد بالعالم مو بس بالعراق. وهذا الشعب هذا برد الحضارات برد النهرين، نظل نستورد احنا فذني كل ميسان، رجعنا معاملنا وزراعتنا وصناعتنا ان شاء الله بوجود هاي الثوره راح تتم ان شاء الله.